بدينا يعني في التدريب، بدينا مبكرا في شهر 8، بدينا كانت الامور يعني جيده، يعني ربما اللي كنا اللي تنبغيو تلقاه غادي النتائج. لعبنا بالنتائج هي ساعدتنا بلينا غادي مزيانين. كنت انا فجيت كانوا قبل كان بصل يعني كنت يعطي اهتمام كرة القدم، فريق ديال كرة القدم نيتويا يعني تنقول كان فيلم. من بعد جاء الرئيس المنتدب اللي هو الناصر هو المسؤول عليك. عطاء نعم هذا هو فين هنا اللي وقعنا حنا ما كناش عارفين هادشي اللي وقع داك الخلل اللي ديكليبر اللي وقع. من بعد حنا نعرفوا هذاك الرئيس المنتدب، ربما رئيس المنتدب اللي كان خصو هو اللي صافي انه يتكلف بالفارق، يركز على الفارق هو اللي صرف على الفارق هو يعني صافي. جيتي انك طلبتي واحد المهام النصيري اعطاه لك، قال لك انت تكلف بهذا الفارق، انت تكون به انت هادشي اللي الاتفاق اللي كان عندهم في الاول. من بعد ربما بقينا تنشوفوا مسائل اللي ماديه ما بقاش تتحقق لها شهريه، لا داك الكومبلي ممكن من داك التكميل ديال الشهريه ديال البنات. يعني داك الاهتمام اللي كان مع الناصري مقسمني ولا الرئيس المنتدب؟ هو من الاول كان الرئيس المنتدب، من الاول كاين معنا الرئيس المنتدب من الاول. غير انا ملي تنعطيك واحد المهم انت هي ليكيب عندك انت رئيس منتدب كامل الصلاحيه وانت تتقول انا من الناحيه الماديه انا اللي مسؤول، ماشي غادي ربما ملي نوقف نجي عندك السي الناصري غادي هذا هو دو الخلاف اللي وقع. مي ربما تنسمعي تقول لك انا راه تمشي عند النص راه تيقول لي من بعد بلاتي ياك عطيتك الفرقه انت خصك هذا هو وقع تتوقع مسائل ماديه، هذا هو المشكل في الكره.